ازاي تتفرج على ماتشات كاس الامم الافريقيه؟ افضل حل طبعا انك تروح الاستاد، بس لو مكسل او مالكش نفس يبقى في قدامك حلين. الحل الاول هو البث الفضائي اللي هيكون من خلال شبكه بي ان سبورتس. الشبكه زي كل بطوله كبرى عملت باقه خاصه ليها باشتراك خاص. اما الحل الثاني هو البث الارضي. قناه تايم سبورتس اللي هتكون متوفره من خلال البث الارضي الرقمي هي اللي هتذيع مباريات كاس الامم. القناة أعلنت عن مفاجآت جديدة، منها التعاقد مع سامويل إيتو وديديا دروجبا لتحليل أمم إفريقيا، وعلي سعيد الكعبي للتعليق على المباريات. طيب، إزاي نقدر نتفرج على تايم سبورت؟ الموقع الرسمي لباسبيرو بيقول إن شركة سي إن إي هتطرح أجهزة بث أرضي رقمي، ريسيفرات يعني، عشان يقدر المواطن يستقبل بث القناة من خلال الأريال الأرضي. ولو شاشتك حديثة وبتدعم البث الأرضي الرقمي، مش هتحتاج غير الأريال عشان تشوف المباريات. والمفروض كمان هيكون متوفر جهاز USB يتركب في الكمبيوتر أو اللابتوب لاستقبال البث برضه. ماسبيرو كمان أكد إن في شغل كتير جداً اتعمل عشان البث يكون بجودة رقمية عالية جداً، من خلال تقوية محطات البث الرقمي الأرضي اللي عددها على مستوى الجمهورية 10 محطات، 4 منهم في الصعيد عشان البث يغطي كل مصر. وبكده تقدر تتابع البطولة بكل أريحية على كنبة بيتك.